السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتورة سماح شهيب، مدرس في قسم نظم معلومات كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة. سعيدة ان انا اكون مع حضراتكم الترم ده ان شاء الله في مادة ريسيرش ميثودز، يعني اسهل بحث علمي. تمام. ان شاء الله باذن الله يكون ترم لطيف علينا وخفيف ان شاء الله، ما تحسوش بالازعاج من المادة، هي المادة لطيفة وخفيفة خالص. انتوا عارفين ان الترم ده ترم استثنائي شوية، فهنضطر ان احنا نغير السكيدول شوية اللي احنا بنشتغل كل سنة. فهيكون بإذن الله كالتالي، نركز مع بعض عشان شوية هيبقى السكيدول غريب شوية. بإذن الله بدايتنا الأسبوع الأول، حضراتكم متقسمين 3 جروبس، كل جروب هيجي أسبوع. نفس الكونتنت اللي في المحاضرة الأوفلاين هتكون هي لكل جروب على حدة، أو لكل سيكشن على حدة برضو. طيب احنا هنبدأ بال3 أسابيع الأولانيين. بالنسبة للأسبوع الأول والتاني والتالت، قبل ما يبدأ الأسبوع الأول إن شاء الله هتلاقوا ال3 محاضرات الخاصة بال3 أسابيع مرفوعين أونلاين، دي أول حاجة، وال3 سكاشن الخاصة بال3 أسابيع برضه مرفوعين أونلاين. طيب إيه المطلوب مننا في المحاضرة الأوفلاين؟ المطلوب مننا في المحاضرة الأوفلاين بالنسبة للجروب الأول أو الجروب الثاني أو الجروب الثالث اللي متقسمين الدفعات، عفوا، حضراتكم هتيجوا أول أسبوع، هتكونوا أو الأسبوع الأول هتكونوا لمين ال3 محاضرات. تمام، بحيث ان احنا هنعمل انتر اكشن ما بيننا وبين بعض في المحاضره الاوفلاين وفي السكشن الاوفلاين بناء على السكيدول اللي حضراتكم شايفينه قدامكم. طيب جميل، الاسبوع الاول والثاني والثالث ما فيهمش مشكله، احنا هنعمل انتر اكشن ما بيننا وبين بعض، لو حد عنده اي سؤال، لو حد عنده اي استفسار بقدر ان انا اشرحه لكم تاني، او ان انا انتراكت معاكم بشكل او باخر بحيث ان حضراتكم تكونوا مستوعبين المنهج ككل، ما يكونش في حاجه واقعه من حضراتكم. طيب هنتكلم عن الكونتنت. الكونتنت بالنسبه لاول اسبوع هنتكلم بس عن السكيدول و انتروداكشن بسيطه. بالنسبه للسكاشن حضراتكم كل طالب هيكون مجموعه، هيكون هو ومجموعته هيعملوا التاسكس اللي هتطلب من حضراتكم طول السكشن. جميل، هيشتغلوا مع المجموعه او يعني حضرتك هتشتغل مع مجموعتك طول اثناء السنه كلها. طيب الاسبوع الثاني الكونتنت بتاعه هيبقى عباره عن ريسيرش بروسيجر. خلاص، هيبقى في السكاشن المفترض ان هو حضرتك هتاخد براكتيكال كيس ستاديز على هاو تو رايت بروبوزل، وكل طالب هيتاكد ان هو ليه مجموعه خاصه بيه. تمام. طيب بالنسبه للاسبوع الثالث الكونتنت بتاعه اللي هيتشرح اونلاين برضو هنكمل في ريسيرش بروسيجر ان شاء الله. بالنسبه للسكشن برضو هناخد براكتيكال كيس ستاديز بس على السامبلينج. تمام. طيب جميل، احنا خلصنا الاسبوع الاول والثاني والثالث. مطلوب من حضراتكم بعد ال3 اسابيع حاجتين، ان حضراتكم تذاكروا الكونتنت بتاع ال3 اسابيع، لان حضراتكم في الاسبوع الرابع والخامس والسادس كل جروب في ميعاده هيمتحن عليه ككويز.
تمام. ومطلوب من حضراتكم حاجة تانية، الجروبس اللي حضراتكم قسمتوها في الأول أو سبميتد ليها في الأول، كل جروب مطلوب منه هيعمل بروبوزل بناء على الريسيرش بروسيجر وبناء على هاو تو رايت بروبوزل اللي حضراتكم خدتوها خلال الثلاث أسابيع. طيب في الأسبوع الرابع والخامس والسادس كل مجموعة هتعمل برزنتيشن، كل مجموعة هتعمل برزنتيشن. البرزنتيشن دي سواء في المحاضرة أو سواء في السكشن، في المحاضرة أو في السكشن هتبقى في حدود ربع ساعة أو يعني 12-15 ماكسيموم 18 دقيقة مثلا لكل جروب على التايتل اللي حضرتك اخترته. طيب هنجيب التايتلز منين وهنجيب الكلام ده منين؟ انا هذكر في الاخر ازاي هيكون بينا اونلاين شانلز ما بيننا وبين بعض. لو حضراتكم عايزين تبعتوا اي استفسار، لو عايزين تتابعوا معايا بطريقه اونلاين هيكون عن طريق الشانلز الاونلاين اللي انا هذكرها لحضراتكم في اخر المحاضره. طيب جميل، هنيجي للأسبوع الرابع والخامس والسادس. الرابع والخامس والسادس ليه؟ عشان حضراتكم متقسمين ثلاثة جروب، تمام؟ الرابع والخامس والسادس قلنا مطلوب من حضراتكم حاجتين، هعيدهم تاني، إن حضرتك تكون مذاكر الكونتنت بتاع الأول والتاني والتالت ويكس 1 2 3 اللي هو لحد 1/11، تمام؟ ده تكون مخلص الكونتنت بتاعه سواء سكيشن او محاضرة، وهتجيلي يوم 8/11 او بداية من اسبوع اللي هو الرابع اللي هو بداية من 8/11 ان شاء الله هتمتحن كويز بسيط على الثلاث اسابيع اللي فاتوا، وفي نفس الوقت هيكون عندك اونلاين كونتنت جديد للثلاث محاضرات الجايين، تمام؟ الرابع والخامس والسادس، الاسبوع الرابع والخامس والسادس هيكون عندك كونتنت للمحاضرة وكونتنت للسكشن. بالنسبة لكونتنت المحاضرة هيكون هو السامبلينج، هنشرح السامبلينج، هنشرح كيس ستادز على السامبلينج، هنبدأ نحلها مع بعض إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للريكوردز بتاعت السكشن هتبدأ في حاجة اسمها الاند نوت. الاند نوت دي فانسينج اند ريسيرش سيستم، تمام؟ علشان حضرتك تقدر تكتب الريسيرش بتاعك وتظبط الريفرنسز بطريقه منظمه، خلاص؟ الاند نوت هيتشرح على ثلاث اسابيع اللي هو الرابع والخامس والسادس، ده بالنسبه للكونتنت اللي هيتعرض لحضرتك. بالنسبه للكونتنت الاوف لاين اتفقنا ان هو هنعمل برزنتيشن ل هاو تو رايت بروبوزل، خلاص؟ ان كل جروب هيقدم لي بروبوزل، وهنعمل كمان كويز على الكونتنت بتاع ويك 1 ويك 2 ويك 3، جميل؟ طيب حضرتك بعد بداية من الأسبوع السابع بإذن الله تعالى هيكون عندك كونتنت لحد ويك 6 مرفوع أونلاين. لحد ويك 6 المفروض ان حضرتك تكون مذاكر الكونتنت الخاص بالمحاضرة والكونتنت الخاص بالسكشن لحد ويك 6، جميل؟ طيب اللي هو لحد شابتر 4، خلاص؟ طيب بعد ويك 6 هيبدأ ويك 7 و 8 و 9، حضرتك هتجيلي برضو تعمل كويز اونلاين، خلاص؟ اللي هو هيبقى عبارة عن ميد تيرم اكزام، خلاص؟ لحد الكونتنت الخاص بايه؟ بويك 6، وفي نفس الوقت هيترفع لحضراتكم ويك 7 و 8 و 9. ويك 7 و 8 و 9
هيبقى باختصار شديد هيبقى عبارة عن شابتر 5 واكتيفيتيز ريسيرش اكتيفيتيز انا هقدمها لحضراتكم على الشغل بتاع الاسابيع اللي فاتت، بالاضافه ان حضراتكم هتخلصوا الان نوت وهتدخلوا في حاجه اسمها الاوفرليف اللي هي الاونلاين لاتكس اديتور، ازاي تستخدموه بحيث ان انتوا تحولوا الريسيرش بتاعكم او البيبر بتاعتكم او اي حاجه انتوا كاتبينها ككونتنت بيزد على الريسيرش ميثودز ازاي تحولوه للاتكس. الكلام ده هنعرفه ونعرف ايه طريقته، هنعرف الديتيلز بتاعته تباعا باذن الله تعالى. طيب في نفس الوقت، حضراتكم هتذاكروا الكونتنت ده، هتيجوا في الاسبوع العاشر، تمام، بدايه من الاسبوع العاشر هيبقى عندكم تاسك ان انتوا هتمتحنوا على كل حاجه خدتوها لحد الاسبوع التاسع، يبقى 10 و11 و12 ان شاء الله باذن الله. هتمتحنوا لحد الاسبوع التاسع، وده هيبقى كويز 2. جميل. وفي نفس الوقت هيترفع لكم كونتنت اونلاين. كونتنت اونلاين هيبقى عباره عن رايتنج بروبوزال، رايتنج ريسيرش ريبورتس، تمام، وبقيه الاوفرليف اونلاين لاتكس اديتور والفاينلايزنج اند اكزام، فاينل اكزام سكيدولينج ان شاء الله باذن الله، سواء في المحاضره سواء في السكشن. طيب انا عايزه اوضح لحضراتكم حاجه مهمه جدا. في الريسيرش انا متعوده دايما ان انا مع الطلبه كنا بنعمل طريقتين مسابقه. مسابقه ان حضرتك تعمل بيبر خلاص بناء على كل اللي احنا ذكرناه قبل كده. البيبر دي انا لو كانت هي فعلا تستاهل، حضرتك والجروب بتاعك بياخد الفول مارك في اعمال السنه، تمام، زائد ان انا بعمل لحضرتك بابليكيشن للبيبر على حسابي الشخصي، تمام، من غير ما حضرتك تدفع اي فيز للبابليكيشن. جميل. بالاضافه ان انا بعمل لحضرتك اديتنج عليها بحيث ان هي تصلح للنشر، يعني انا بساعدك في عمليه الكتابه. طيب هتقولي البيبر بتتكتب بناء على ايه؟ بناء على الكونتنت الموجود في شابتر 6 وبناء على الكونتنت اللي احنا غطيناه طول السمستر في من شابتر 1 لشابتر 6. طيب دي اول مسابقه ممكن حضرتك تشترك فيها. تاني مسابقه معايا ممكن حضرتك تشترك فيها، مسابقه لطيفه جدا هتعجب حضراتكم برضو، وهي ان حضرتك تكون جروب وتعملوا برزنتيشن تلخيص اولا لشابتر 6 وتعملوا له برزنتيشن في هيئه باور بوينت برزنتيشن وتسجلوا فيديو في حدود التلت او نص ساعه وترفعوه ليا، تمام، انا ببدا ارفعه لزمايلكم، وده شرح لشابتر 6. طيب هتقولي لي هنستفيد ايه؟ برضو المجموعات اللي احسنت الاداء في البرزنتيشن بتاخد up to 10 degrees في اعمال السنه، تمام؟ هتقولوا لي حتى لو احنا مثلا حالين وحش في اي كويز في اي حاجه، هو خلاص ال 10 degrees حضرتك خدتها تعوض اي نقص في اي حاجه تانيه، تمام؟ مفيش اي مشكله. طيب انا ازاي اسجل في الكومبيتيشن دي؟
حضرتك معاك الباشمهندسات اللي معانا، ممكن حضرتك تبعت لباشمهندسة السكشن الخاصة بحضرتك، أو تبعت لي أنا شخصيا على الأكونت الخاص بتاعي، خاص اسم حضرتك تمام، بع اسم المجموعة بتاعتك طبعا، التيم بتاعك أسمائهم، بس في موعد أقصى 15/11 تاني، في موعد أقصى 15/11 إن شاء الله ريجستريشن فور كومبيتيشن. طيب الكومبيتيشن نفسها هتتقدم إمتى؟ الفيديوهات هتتبعت لي إن شاء الله في 15/12، واضحة؟ تاني عندك تو كومبيتيشن، يا إما كومبيتيشن عبارة عن حضرتك هتشترك معايا، هنحدد ريسيرش وهنبدأ نكتب بيبر حضرتك والتيم بتاعك، هتكتبوه بيبر، وفعلا بالمناسبة في زمايل ليكم الحمد لله تم النشر ليهم في كونفرنس عالي جدا، والكونفرنس ده اختار البيبر اللي هي تتنشر برضو في مجلة عالية تمام بفضل الله تعالى، الكلام ده من سنتين بالظبط. الريسيرش على ما يتعمل له بابليكيشن بياخد وقت تمام، فهو لسه بابليشد سون يعني لسه within 2 or 3 months ago خلاص. فحضرتك عندك تو اوبشن، يا اما حضرتك تعمل بيبر مع الجروب بتاعك ونببلش براحتنا مش مشكله، بس اهم حاجه at the end of the first semester you must have written the paper خلاص. انا هاخدها اعمل لها editing وسبميت وابعت وهناخد الفيدباك بعد كده مش مشكله، بس اهم حاجه ان حضرتك تكون كاتب لي البيبر بنهايه الترم. طبعا اللي عايز يشترك في المسابقه دي يكونتاكت مي، يتواصل معايا وان شاء الله باذن الله هنحدد ازاي الطريقه او كيفيه التنفيذ. في الحالة دي حضرتك كتبت لي بيبر حضرتك والجروب بتاعك كامل هتاخدوا الفول مارك في أعمال السنة. جميل؟ مهما كان عندكم نقص، مهما كان عندكم نقص، بس ما تكونوش مش حاضرين الكويزز الأونلاين، دي بس هي الحل الحالة الوحيدة. تكونوا حضرتوا الكويزز الأونلاين مهما كان عندكم نقص هتاخدوا الفول مارك في أعمال السنة. بس ما حدش يقول لي طب إزاي؟ هقول لكم ازاي. انت عشان تكتب بيبر لازم تكون اوير كويس جدا بكل كلمه هنقولها في المنهج كله. جميل؟ فحضرتك مش هتعرف تكتب بيبر الا ما تكون مذاكر كل الكونتنت اوريدي. تمام؟ فدي حاجه. خلاص؟ تاني حاجه ده تشجيع مني انا شخصيا ان حضرتك وحضرتك اندر جراد لسه بيكون عندك بابليكيشن باسمك في اي جورنال عالميه. زيك زي اي دكتور او اي اكاديميك في اي مكان في العالم. تمام؟ وده تشجيع مني. حضرتك ما بتدفعش اي حاجه في الببليكيشن، انا اللي بدفعها على حسابي او بسبميت على حسابي. تمام؟ لو ليها فيز انا اللي بدفعها. طيب تاني كومبيتيشن ممكن حضرتك تشترك فيها ان حضرتك بتكون تعمل برزنتيشن خاصة بـ how to write paper. البرزنتيشن دي بتبدأ إن حضرتك تبعتها لي ماكسيمم في 15/12 خلاص، بس الريجستريشن لحضرتك والجروب بتاعك ما يزيدش عن 15/11 خلاص. يعني تسجل اسمائك حضرتك لو هتشترك في المسابقه، حضرتك والجروب بتاعك ماكسيمم 15/11 تكون عامل لي سبميت للريجستريشن. طيب سي مثلا ان حضرتك عملت سبميت او ريجسترد فور كومبيتيشن وما عملتش البرزنتيشن، ايه اللي هيحصل؟ حضرتك ماينس 5 في اعمال السنه. طب لو عملت الكومبيتيشن او بعت لي فعلا الفيديو تمام، في الحالة دي حضرتك والجروب بتاعك بياخد up to 10 degrees في أعمال السنة.
دي برضه كبونص كبونص تمام. واثناء الترم على فكره هتاخد بونص كتير جدا وفرص كتير جدا للبونص، ممكن تغطي لكم اعمال السنه خلاص. بس الكومبيتيشن بتاخد اب تو 10 ديجريز. جميل، طيب جميل قوي جميل. باذن الله تعالى هيكون بينا قنوات التواصل اونلاين في اي وقت ان شاء الله باذن الله. هيكون في محاضرات مرفوعه على اليوتيوب شانل دكتور سماء شعيب، وهيكون في فيسبوك جروب هتلاقوا حضراتكم بمجرد ان حضراتكم تعملوا سيرش بسيط عليه، سيرش ميثودز باي دكتور سما تمام. ده حضرتك فيسبوك جروب، ابعت طلب واحنا هنقبل، الادمنز هيقبل تمام. باذن الله تعالى شابتر 1 بيتكلم عن الساينتفك ريسيرش. هنتكلم في شابتر 1 عن ايه هو ساينتفك ريسيرش، كاركترستكس اوف ساينتفك ريسيرش، سيكتورز اوف ريسيرش، ريسيرش بروسيجر باختصار، علشان هنغطيها ان شاء الله في شابتر 2 تمام. علشان نعرف ايه هو ساينتفك ريسيرش، كتير مننا يقول ساينتفك ريسيرش ده ان انا بعمل ان هو ريسيرش هو السيرش، ان انا اعمل مجرد ان انا ادخل على اي سيرش انجن وابدا اكتب اللي انا عايزه يطلع لي، يبقى في الحاله دي ده الساينتفك ريسيرش. لا طبعا لا طبعا، ده مش ساينتفك ريسيرش خالص، دي عمليه سيرش عاديه خالص. طب يقول لي حد تاني يقول لي ريسيرش ده اعاده بحث. يعني ايه اعادة بحث؟ هو في حاجة اسمها بحث وفي حاجة اسمها اعادة بحث؟ طيب برضو لا، ده مش اعادة بحث تمام. طيب علشان نانتراكت اكتر ونفكر اكتر في معنى scientific research هسيبكم مع الفيديو الجاي. Our everyday life has always been punctuated by exciting adventures which makes us enjoy every aspects of life. Challenging situations that made us confused and problematic sometimes. And surprising discoveries that makes us become successful. Sometimes, we are confronted with doubts and problems. So much questions, gathered in our minds. That is why we turn to finding out what could be the possible answers and solutions to them. This is where you embark on the process, called research. But, what is its importance? Research is very important, because it leads to expansion of knowledge, and discoveries. Research also is a systematic process, of collecting and analyzing data, to increase understanding of a phenomenon. Through research, projections about upcoming calamities, global warming, climate change, and other future events, have been determined. Other definitions given to research are: research originates with a question, or a problem, thus it is an inquiry process. Research requires a formal process, of problem solving, and it is a set of procedures. The continued existence and importance of research, which will last long, as there is a human being who wishes to expand his knowledge and understanding about the world and everything therein. Research is an act of studying something carefully and extensively in order to have a deep knowledge. Research is undertaken because of some importance it has and does for the society. 1. To gather necessary information. Research provides you with necessary information related to your field of study or work. For example, companies may do research before manufacturing a product. 2. To improve standard of living.
Only through research can new inventions and discoveries come into life. How would you think life be without Graham Bell and his telephone? 3. To have a safer life. Research has done great discoveries and development in the field of health, technology, nutrition, and medicine. These things have improved life expectancy and helped in curing a lot of diseases. 4. To know the truth. Research investigates and exposes what wrong beliefs people hold. Listening to different opinions and studying facts and available data will lead you to unravel the truth. 5. To explore our history. Research about our history enables us to learn and understand the past and prepare for a better future. 6. To understand arts. Research helps us in understanding the works of artists in different fields of arts. Our perception of the world, the way we experience our relationships with others, the organizations of a society as a whole, are profoundly influenced by the expansion of knowledge, both in the exact sciences like mathematics, physics, biology, and chemistry. Research is closely connected with development. The results of studies also affect society and the lives of each one of us, because research is very vital to our everyday decision making. It hones basic life skills and makes learning a lifelong endeavor. Research fills in the need to love reading, writing, and sharing valuable information. Not only that, but research also leads to an expansion of knowledge and discoveries of new medical treatment and cures. Research efforts have also led to breakthrough in agriculture, such as the introduction of high yield and drought resistant varieties. Projection of effects of global warming have likewise been determined through research. Through research findings, psychologists are able to explain the individual's behaviors, including how people think and act in certain ways. In business, market research enables companies to make forecasts and formulate the needed strategies. Business properties conduct surveys and feasibility studies to find out the needs of the community. Research benefits, therefore, can be seen and felt in the following fields. Economic research refers to matters concerning the environment and which may lead to improved techniques to ensure sustainable food. Social research leads to an increased knowledge of people and their interaction with one another, which could be relevant to policy makers. Cultural research leads to increased understanding of cultural values or social approaches. Health research contributes to a better understanding of the causes of medical conditions. In general, research is an important aspect of any organization. تمام يا شباب، زي ما شفنا في الفيديو دلوقتي ان الريسيرش داخل في كل مجالات الحياة، مش بس في جزء معين او في مجال معين، لا ده في الحياة اليومية ممكن حضرتك تضطر تعمل ريسيرش عشان حل مشكلة معينة. طيب جميل، دلوقتي هنتعلم مع بعض او هنعرف مع بعض يعني ايه ريسيرش. يعني ايه ريسيرش؟ ساينتفك ريسيرش هي عملية استكشاف منظمة،
لمجموعة من القواعد اللي بتحكم فرضيات أنا حطاها علشان أحل مشكلة معينة. مجموعة عملية استكشاف منظمة بتحكم مجموعة من القواعد اللي أنا حطاها أو اللي محطوطة علشان تحل مشكلة معينة. هنقف مع بعض بإذن الله المحاضرة الجاية إزاي أنا بحدد المشكلة وبناء على إيه، وبختار المشكلة إزاي وليها كريتيريا معينة إزاي. بعد ما بحدد المشكلة بحط لها الأسيوم شانس أو الهايبوثيسيس، تمام، اللي ببدأ فرضيات دي ببدأ أبني عليها شغلي وأبدأ أبني عليها عملية الريسيرش وأبدأ أتحقق من صحة الفرضيات اللي أنا حطاها أو خطأ الفرضيات اللي أنا حطاها، وفي كلتا الحالتين دي برضو بتوصلنا النتائج يعني، تمام. يعني صحة أو خطأ ده مش معناه إن أنا فشلت في الريسيرش، لا، معناها إن النظرية دي ما حققتش التارجت اللي أنا عايزاه أو ما حلتش المشكلة اللي أنا عايزاها، فببدأ أبعد عنها وبتوجه لفرضية جديدة، تمام. كل الكلام ده هنعرفه واحدة واحدة إن شاء الله. يبقى scientific research is the process of exploring the controlled and organized rules of assumptions and hypotheses that explain the assumed relations between problem that is observed. جميل. طيب ال scientific research أو scientific method بشكل عام ليه characteristics أو مجموعة من الخصائص اللي بتحكمها ولازم أبقى عارفاها علشان أبدأ أتعامل معاها على أساسها. أول حاجة scientific research is public. يعني إيه scientific research is public؟ يعني العلم يا جماعة مش حكر على حد. يعني أنا لما باجي أشتغل research ببني على معلومات already available، تمام؟ freely available. freely available يعني إيه؟ يعني أنا متاحة للجميع، مش حكر على حد. ازاي بحصل على المعلومات دي؟ دي قصة تانية انا هنبقى نشرحها في وقت بعد كده ان شاء الله، لكن دلوقتي نعرف ان هو scientific research is public. وتاني حاجة، انا لما بطلع معلومة او نتيجة للريسيرش بتاعي ببدأ اخليه برضو ايه؟ public، علشان الاخرين والريسيرشرز التانيين لما يجوا يكملوا على شغلهم يلاقوا معلومات يبنوا عليها، تمام؟ جميل. تاني كاركترستيك معانا اللي هي الاوبجكتيف. scientific research is objective. يعني ايه objectivity؟ يعني ان انا بتعامل مع facts، يعني حقائق، تمام؟ مش تفسير للحقائق. طيب يعني ايه برضه؟ احنا مش فاهمين يا دكتور. هقول لحضراتكم، ناخد مثال مثلا زي مثلا قناة تلفزيونية عايزة تعمل ريسيرش لمشاكل المشاهدات عندها، أو لكي لعدد عايزة تعرف عدد اللي بينتر أكت معاها في أو بيتفاعل معاها في أثناء برنامج معين. فتو ميجر، يعني تو ميجرمنتس عندي ممكن أبني عليها. اول ميجرمنت ان انا عدد اللي فاتحين القناه في وقت البرنامج ده، تمام. تاني ميجرمنت ان انا اقيس بناء على مثلا سي اقعد ناس في اوضه واشوف الناس المستمتعين مثلا من الفيشل اكسبريشن بتاعهم، او اركب كاميرات في كذا مكان واشوف الفيشل اكسبريشن اثناء البرنامج ده، هل هو مبسوط، هل هو متضايق، هل هو زعلان ان هو بيتفرج عليه. طيب مين فيهم الاوبجكتيف، تمام، مين فيهم اللي بيحقق الاوبجكتيفيتي ومين فيهم اللي مش بيحقق الاوبجكتيفيتي؟ اول طريقة ان انا بحقق يعني بحدد عدد المتابعين او عدد المشاهدين للبرنامج عن طريق النمبر، دي فاكت عندي، تمام. تاني طريقة طبعا ما بتحققش الاوبجكتيفيتي، لان انا دي بقيس حاجة تانية خالص اللي هي او بفسر الفاكت،
طب هو اوريدي فاتح، تمام، دي فاكت. ليه انا اعمل انتربريتيشن؟ افترض هو بيتفرج على برنامج وهو بيعيط، هو برنامج كوميدي، طب انا في الحاله دي ايه؟ هقيس بناء على التفسير الفاكت اللي ممكن ما يبقاش حقيقي؟ لا. يبقى انا في الحالات الريسيرش بشكل عام لازم اخد بالفاكتس وليس الانتربريتيشنز اوف فاكتس، تمام. دي معنى الاوبجكتيفيتي او الموضوعيه. ثالث كاركترستيك اللي هي ساينس از امبيريكال. ساينس از امبيريكال يعني ايه؟ يعني عملي، يعني العلم عملي، عايز ان انت تتحقق من نتائج لازم تعرف ازاي تطبقها علشان تطبق الريسيرش بتاعك بشكل عملي عشان تبدأ تطلع نتائجك وتشوف اذا كانت بتطابق الفرضيات او الهايبوثيسز الخاصة بحضرتك او لا، تمام. دي معناها science is empirical. هنعرف مفهوم خاص بالساينتيفيك برضو اللي هو التعريفات، انواع definitions. انا لما بطلع definition من research انا عملته، يا اما الديفينيشن ده يبقى حاجه اسمها conceptual او الديفينيشن يبقى operational. طب هنعملها بمثال، وليكن مثلا انا بقول هنعرف الconceptual. conceptual هو ايه؟ زي مثلا انا بقول لك تعريف التين الشوكي هو فاكهه مثلا صيفيه بتتميز بكذا وشكلها كذا ولونها كذا، تمام. ده في الحاله دي انا بعرفها هي شخصيا، تمام. طيب او بعرف الحاجه اللي انا بوصفها بشكل دقيق. الاوبريشنال بقى عكس كده. اوبريشنال معناها عملي، ان انا بخلي اللي قدامي يطبق عملي علشان يعرف الفاكهة دي او الحاجة دي اللي انا بوصفها معناها ايه. طيب الاوبريشنال على مثالنا بتاع التين الشوكي مثلا، ان انا بقول روح مثلا للهايبر ماركت وروح لقسم الخضار والفاكهة، روح لليافطة اللي مكتوب عليها تين شوكي، بص بقى على اللي فوقها هتلاقي ده هو التين الشوكي. دي كده انا خليته ياخد اجراءات علشان يعرف الحاجة اللي احنا بنعرفها، تمام. طيب الاوبريشنال بيبقى ليها عيب والكونسبشوال بيبقى ليها عيب. الاوبريشنال بيبقى ليه عيب ان انا ممكن الشخص فعلا يتوجه للمكان اللي انا وصفه له، بس النهارده كان العامل مش مفوق بتاع الهايبر ماركت فحط الخيار مكان التين الشوكي. في الحاله دي هيوصل الشخص، هيوصل للحاجه فعلا، بس هيوصل للحاجه الغلط اللي مش بتعرف الحاجه اللي انا بوصفها، تمام. الكونسبشوال برضه ليها عيب ان هي بتبقى نظري زياده عن اللزوم، مش ما فيهاش اي براكتيكال علشان اقدر اتخيل، او الشخص اللي قدامي اللي بيقرا التعريف يقدر يتخيل شكل الحاجه اللي انا بوصفها. دي تو ديفينيشنز والادفانتج والديس ادفانتج بتاعتهم، تمام. طيب رابع كاركترستيك الخاصه بالساينتفك ميثود، ساينس از سيستماتيك اند كوميوليتيف. انا لما باجي اشتغل اي ريسيرش، لما بيجي يشتغل اي ريسيرش بيبدا ان هو يبني على نظريات وحاجات، مش هو اللي بيعيد اختراع العجله، جميل. انا لما باجي اشتغل اي ريسيرش مش بعيد اختراع العجله، ببدا اشتغل على نظريات اوريدي موجوده قبل كده، تمام. ده معناها ساينس از ساينس سيستماتيك اند كوميوليتيف. ساينس از بريدكتيف. بريدكتيف معنى ايه؟ يعني ايه بريدكتيف؟ يعني يمكن التنبؤ بالظواهر او الحاجه اللي انا، النتائج اللي انا عايزه اوصل لها اثناء الشغل. ساينس از بريدكتيف. او ممكن بعد ما اخلص الريسيرش بتاعي اتنبأ
ان انا لو طبقت نفس الريسيرش بظروف مماثلة على عينة تانية ان هم هيطلعوا نفس النتائج. تمام، دي معناها ان يمكن التنبؤ بالنتائج في scientific research. تمام، يبقى نعدهم تاني بسرعة مع بعض. scientific is public، العلم مش حكم على حد. objective موضوعي، وشرحنا يعني ايه موضوعية. science is empirical عملي، وعرفنا الفرق بين ال conceptual وال operational definitions. وscience is systematic and cumulative، اللي هو ما بعدش اختراع العجلة. science is predictive، ان يمكن التنبؤ بالنتائج او بالظواهر اللي ممكن تحصل قبل او بعد ما بخلص الريسيرش بتاعي. تمام، عندنا دلوقتي هنعرف حاجة تانية عن الريسيرش، اللي هي sectors of research. عندي two sectors of research، سواء academic research أو private research. الأكاديميك ريسيرش أو برايفت ريسيرش بينهم فروقات هنعرفها مع بعض دلوقتي. الأكاديميك سيكتور ريسيرش is conducted by scholars from colleagues and universities. It also generally means that the research has a theoretical or scholarly approach. تمام، private sector research is conducted by non-governmental business and industries or their research consultant. يعني ايه الكلام ده؟ الاكاديميك سيكتور اوف ريسيرش والبرايفت سيكتور اوف ريسيرش دول مختلفين عن بعض. الاكاديميك بيجرى في اماكن تبع كليات او جامعات معينه، لكن البرايفت انا بعين اشخاص، تمام، يعرفوا يعملوا ريسيرش عشان يحلوا لي مشكله معينه، وبناء على الريسيرش بتاعهم ببدا اخد ديسيجنز بطريقه معينه. تمام، تمام. It is generally applied research، يعني ال private sector ليه اسم تاني اللي هي ال applied research. That is the results are intended to be used in decision making situation، زي ما احنا قلنا اللي هي بعتمد عليها عشان ابدا اخد قرارات معينه في البرودكت بتاعي. طيب هنعرف الفروقات ما بين two sectors of research، private sector for research and the public sector of research. public اللي هو الاكاديميك، يبقى هنربط public اللي هو الاكاديميك، ال private اللي هو الابلايد. تمام، public academic private applied. الاكاديميك اول فرق بينهم البابليستي. البابليستي معناها ايه؟ ان الاكاديميك ريسيرش از بابليك. تمام، الاكاديميك ريسيرش از بابليك، يعني ايه بابليك؟ يعني انا نتائج الريسيرش بتاعي كواحد اكاديميك ممكن تتنشر في اي مكان. لكن برايفت سيكتور اوف ريسيرش زي مثلا جوجل وفيسبوك او اي شركه كبيره لما بتبقى عندها سيكتور لريسيرش خاص بيها، دي بتبقى كل شغلهم سري جدا وبرايفت، خاص بالشركه بس وبمتخذ القرار وبالمدراء بتوع المديرين بتوع الشركه، علشان يبداوا ياخدوا قرار بناء على الريسيرش اللي معمول لحل مشكله معينه. تمام، وطبعا ده مش للنشر وما بيطلعش لاي حد، لان دي سياسه شغلهم. تمام، ودي اسرار شغلهم. تمام، تمام. تاني فرق ما بينهم التايم. التايم اللاوت شوية في الأكاديميك ريسيرش افيلابل عندك، ان انت ممكن تقعد 5 6 7 سنين تعمل في الريسيرش بتاعك، محدش هيقولك انت فين، ادام سواء انت مثلا بتدفع فلوس او سواء ان انت يعني مستقر بالشروط المعينة ومتابع مع المرشد بتاعك او اني هاو، ما خلاص براحتك، التايم نسبيا مفتوح بالنسبة لحضرتك. تمام، الديدلاينز اللي بيحددها المشرفين فقط لا غير، وكيفية الشغل برضو بيحددها المشرفين الخاصين بالأكاديميك ريسيرشر. تمام، طيب لو برايفت ريسيرشر هل بيبقى التايم مفتوح؟ لا، ده بالثانية، بيتحاسبوا بالثانية.
لو هو مقرر ان هو يحل المشكلة دي او يعمل الريسيرش بتاعه في خلال شهرين يكون مطلع الحل ده، ممكن ان انا بدفع لك، انا بدفع لك الافات علشان حضرتك تحل لي مشاكلي، مش عشان حضرتك تاخد راحتك في الشغل، تمام؟ لان المشكلة هيظهر بعدها مشكلة وهكذا، تمام؟ انت شغلانتك ان انت تعمل ريسيرش عشان حل المشاكل، تعدل الجوريزم معين وتطبق التعديل ده، تعمل لو طبعا في شركات الاي تي يعني بشكل عام، تعمل ميديسين جديد وتشوف المشاكل والاثار الجانبية بتاعته دي، لو مثلا شركات ادوية او كده وهكذا، تمام؟ يعني انا بدفع لك عشان تعمل لي حلول لمشاكل، تمام؟ وتجرب الحلول دي وتبقى الحلول براكت يعني فاليديتد وممكن اطبقها فعلا في شغلي، خلاص؟ يبقى الاماونت اوف تايم هنا مفتوح في الاكاديميك، في البرايفت طبعا محدد. ثالث فرق الريسيرشر الاكاديميك، محدش بيعتمد على قراراتهم قوي او الريسيرش بتاعهم الا الريسيرشرز الاكاديميك اللي زيهم علشان يبداوا يعملوا شغلهم بعدهم، تمام؟ لكن في بالنسبه للبرايفت سيكتور اوف ريسيرش بيبقى في ديسيجن ميكرز في الشركه بيبقوا معتمدين على السيكتور ده او الريسيرشرز اللي عندهم في السيكتور ده علشان يبداوا ياخدوا قرارات بناء على الريسيرش اللي اتعمل، تمام؟ رابع فرق، الاكاديميك ريسيرش از ليس اكسبنسيف، يعني مش مكلف زي البرايفت. البرايفت انا بشغل ريسيرشرز وبدفع لهم اجور عاليه جدا شهريا، تمام؟ علشان يبداوا يحلوا المشكله وعشان اطبق حلولهم. لكن الاكاديميك محدش هيدور، انت اللي بتدفع، يعني في الاكاديميك انت اللي بتدفع على الريسيرش بتاعك، بس برضه مش ب الغلاء بتاع البرايفت سيكتور، فبالتالي هو يعتبر نسبيا رخيص. بالرغم من الفروقات اللي ما بين الاكاديميك سيكتور اوف ريسيرش والبرايفت سيكتور اوف ريسيرش، الا انهم مكملين لبعض، يعني مفيش حاجه ممكن، يعني الاكاديميك او البرايفت هما الاثنين مكملين لبعض، لان مفيش ريسيرش يعني بحد ذاته لوحده او هيطلع لوحده، هما الاثنين مكملين لبعض وهما الاثنين بيتبنوا على نفس الاسس وهما الاثنين بيحلوا مشاكل في المجتمع بشكل عام او مشاكل معينة، مش ده في طريق وده في طريق، هو الساينتفك ريسيرش كله واحد سواء برايفت او بابليك او في اي اتجاه، المهم ان احنا عندنا اسس معينه بنمشي عليها. جميل، ايه هي الاسس اللي احنا بنمشي عليها؟ دي بنسميها ريسيرش بروسيجرز، تمام؟ الريسيرش بروسيجرز باختصار شديد اللي احنا هنقولهم دلوقتي وهنكملهم او مش هنكملهم، ده احنا نمسكهم بقى بالتفصيل الشديد جدا 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 المرة الجاية بإذن الله في المحاضرة التانية. هم 8 بروسيجر. أول حاجة selection of problem، تاني حاجة review of existing research and theory، تالت حاجة statement of hypothesis or research question، رابع حاجة determination of appropriate methodology and research design، خامس حاجة data collection، وبعدين هنيجي للanalysis and interpretation of data، وبعدين بنبدأ نقدم النتائج دي presentation of result، وبعدين replication. هنمسكهم بسرعة كده نقولهم selection problem، بختار المشكلة اللي أنا هدرسها وأبدأ بعد كده اشوف، احنا قلنا الساينتفك ريسيرش از كوميوليتيف، يبقى هبدا اشوف الريسيرش ثيوريز اللي موجوده فيه قبل كده. تالت نقطه ببدا احط الفرضيات اللي انا
هبدأ أبني عليها الريسيرش بتاعي وأحط الريسيرش كويشن، وهنعرف إزاي نعمل ريسيرش كويشن إن شاء الله المرة الجاية. السؤال اللي أنا هبدأ أجاوبه في الريسيرش بتاعي، وبعدين أتنقل لرابع حاجة إن أنا ببدأ أعمل تصميم للميثودولوجي اللي أنا همشي عليها. بناء على الميثودولوجي دي هبدأ بعد كده أعمل data collection أو جمع البيانات. بعد عملية، وهي دي أطول مرحلة بالمناسبة، بعد عملية جمع البيانات ببدأ أحلل البيانات دي وأبدأ أفسرها وأطلع النتائج، وبناء على النتائج دي بشوف أنا الهايبوثيسيس بتاعتي والريسيرش كويشن تم الإجابة عليه والهايبوثيسيس تم يعني إثباتها أو نفيها في نمبر 6 بناء على الأناليسيس اللي أنا عملته. بعد كده نمبر 7 ببدأ أقدم النتائج في هيئة تناسب الريسيرش اللي أنا بعمله، البرايفت لي طريقة تقديم والأكاديميك لي طريقة تقديم. في تامن حاجة اللي معظم الريسيرشر بيتغفلوا عنها الريبليكيشن، إن أنا بعيد الميثودولوجي تاني على ديتا تانية وببدأ أثبت صحة النتائج اللي انا وصلت لها مرة تانية، تمام، علشان أأكد العملية بتاعتي، ودي معظم الناس بيتغفلوا عنها، تمام. بس علشان يبقى ريسيرش مظبوط لازم اعمل عملية ريبليكيشن للميثودولوجي كلها او لجزء من الميثودولوجي اللي انا حطاه. وبكده نكون خلصنا شابتر 1، عرفنا فيه أول حاجة، عرفنا معنى ريسيرش. بعد كده اتنقلنا لخصائص الساينتفك ميثود. بعد كده عرفنا ان في تو سيكتورز اوف ريسيرش سواء برايفت او بابليك، وعرفنا الفروقات ما بينهم. وبعد كده جينا للسعرات سريع للريسيرش بروسيجر اللي ان شاء الله بإذن الله هيكون معانا بالتفصيل المحاضرة الجاية، واشوفكم على خير المحاضرة الجاية إن شاء الله. سلام عليكم.